حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في صدى أقلام جديد من الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العربية والدولية بعد أهم العناوين. نبدأ من الزمان. خبراء العراق على شفا انخفاض غير مسبوق بمناسيب الفرات. في يقين مسؤول محلي، الفصائل المسلحة تعطل إعمار الموصل. في موقع عربي 21، استشهاد فتى فلسطيني واندلاع مواجهات جنوب نابلس. في العربي الجديد، العراق يبدأ نقل عائلات من مخيم الهول وتحذير أممي من وضع مدمر داخله. في القدس العربي الدبابة، الاتفاقية البحرية مع تركيا تخدم ليبيا ولن نفرط فيها. في اندبندنت، احتجاجات القدس قد تحدث فرقا للفلسطينيين. في واشنطن بوست، تلاقي المصالح مع الصين سبب صمت دول إسلامية عن قمع الإيغور. تحول ملف المغيبين إلى قضية رأي عام من فرط تداعياته السياسية والاجتماعية والإنسانية التي وضعته في صدارة الانشغالات السياسية محلياً وعربياً ودولياً، وقابله إهمال حكومي زاد من محنة آلاف المغيبين قسراً منذ عدة سنوات، على الرغم من الوعود الحكومية الكاذبة والاختفاء القسري الذي يمارسه حملة السلاح الميليشياوي وإصرارهم على عدم الكشف عن مصير آلاف المغيبين، تحول إلى عمل ممنهج وطائفي شمل الآلاف من أبناء المدن المدمرة من دون بارقة أمل لوضع نهاية لمحنة المكتوين به. هذا ما جاء في مقال الكاتب أحمد صبري نشرته صحيفة الميثاق العراقي. إن ملف المفقودين والمغيبين قسراً ومعرفة مصيرهم أصبح الشغل الشاغل للمهتمين بهذه القضية، وأصبح البحث عن مصيرهم وفتح هذا الملف والكشف عن مصير المغيبين وملاحقة المتورطين في هذه الجريمة المتوالية فصولاً مهمة وطنية، فضلاً عن تغول سلاح الميليشيات كغطاء لجريمة الاختفاء القسري واستمرار محنة المتضررين بها، وطبقاً لإحصائية موثقة تتداولها منظمات عراقية معنية بحقوق الإنسان، فإن أعداد المفقودين يقدرون بنحو 250 ألف شخص بعد سيطرة الميليشيات الطائفية على المدن التي كانت في قبضة داعش وانتشار عمليات القتل والملاحقة التي تسببت في ارتفاع معدل الخطف والقتل والاعتقال، وهو الأمر الذي ترتب عليه زيادة كبيرة في حصيلة المفقودين في السجون السرية أو ممن لم يستدل على أماكن وجودهم. لقد باتت أزمة المغيبين والمفقودين تشكل هاجساً وقلقاً لدى العراقيين الذين يعتبرون عجز الدولة عن فرض النظام والأمن هو من شجع الميليشيات الطائفية على التغول في المجتمع إلى حد اتهامها بالتستر على كشف مصير الآلاف، الأمر الذي أسهم في تفاقم أزمة المفقودين التي باتت قضية معقدة ضمن أهم الملفات التي يواجهها العراق. وأضاف الكاتب: لقد تحول ملف المعتقلين والمغيبين والمفقودين قسراً إلى ملف سياسي بامتياز في عملية الصراع على السلطة واستخدامه أداة للابتزاز والضغط والمناورة في التسقيط السياسي، وهو الأمر الذي يتطلب تدويل هذا الملف لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية وملاحقة المتورطين في هذه الجرائم والمتسترين عليها. فرض عقوبات سجنية وغرامات مالية على منظمي التجمعات الاحتجاجية يخلق ذلك مناخا من الخوف داخل البلاد وينتهك التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان. هذا ما جاء في تقرير لموقع ميدل ستايل بريطاني عن مشروع قانون في مجلس النواب العراقي ينتهك الحريات.
منحت الاحتجاجات التي اندلعت في العراق خلال أكتوبر تشرين الأول سنة 2019 فرصة لمئات آلاف العراقيين للتعبير عن مطالبهم من أجل وضع حد للفساد السياسي وانعدام التكافؤ الاقتصادي في البلاد. لكن بعد عام ونصف من هذه الاحتجاجات يخطط البرلمان العراقي للتصويت على مشروع قانون عدل مؤخراً يتعلق بحرية التجمعات والمظاهرات السلمية، والذي يسعى البرلمان من خلاله لفرض قيود غير ضرورية على الحق في الاحتجاج داخل العراق. المشروع لا يزال يحتوي على قيود مقلقة عن حرية الاحتجاج في العراق، فالمادة 13(1) على سبيل المثال تعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى سنة على كل من نظم تجمعاً أو مظاهرة سلمية ولم يقدم إخطاراً كتابياً للمحافظ. وفي ذات الوقت تجيز المادة 11 استخدام القوة في حال نظم أي تجمع عام أو تظاهرة مخالفة للقانون، وتخلق العقوبات السجنية والغرامات المالية على منظمي التجمعات والاحتجاجات السلمية مناخاً من الخوف والقمع داخل البلاد، كما يتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقع عليها العراق. أضاف التقرير أن استعمال المفرطة للقوة من رجال الأمن في العراق يتعارض مع معايير حقوق الإنسان الراسخة، تؤكد مبادئ الأمم المتحدة ضرورة عدم استعمال القوة عند تفريق أي تجمعات سلمية غير قانونية مع استخدام الحد الأدنى من القوة إذا استدعت الضرورة، إلا أن غياب هذه المبادئ في القوانين العراقية تمنح قوات الأمن السلطة التقديرية لاستخدام القوة بشكل مفرط. هل أصبحت معاناة العراقيين قصة لا تنتهي؟ وهل بإمكان الشباب المنتفض تعديل الأمور والتأثير في الانتخابات المقبلة؟ سؤالان طرحهما الكاتب سعد ناجي جواد في مقاله بمجلة الجاردينيا في مثل أخير عما يحصل، غير الحالات الكارثية السابقة كاحتلال الموصل وغرق العبارة فيها وسوء الخدمات إلى آخره من ذلك، فإنه لما حدثت كارثة مستشفى ابن الخطيب الإنسانية ظهر رئيس الوزراء وبادر مسرعا إلى تكوين لجنة تحقيقية مطالبا إياها أن تقدم تقريرها في غضون 5 أيام حصرا، وهقد مر أكثر من أسبوع ولم نعلم ما نتائج تحقيقات هذه اللجنة. إن أكثر ما يحز في النفس عند التفكير في هذه الأمور هو الطريقة التي يحاول فيها البعض تبرئة الجناة أو إيجاد مخارج لهم أو الدفاع عنهم لكي يستمروا في فسادهم، وهذا الأمر يجب أن ينقلنا إلى الحديث عن أولئك الذين يكتبون ويتحدثون عن سبل الخلاص من هذه المآزق الكبيرة التي حوصر العراق فيها. هناك من يحاول أن يخدع الغالبية المسحوقة من الشعب العراقي التي انتفضت منذ تشرين الأول أكتوبر 2019 مطالبة بإصلاح الأوضاع. هذه الشريحة الواسعة التي قدمت أكثر من 1000 شهيد وعشرات الأضعاف من الجرحى والمفقودين والمغيبين بأن الانتخابات القادمة هي الطريق الوحيد المتبقي لإنقاذ العراق. ومن يروج لهذه الأفكار هي في الغالب الأعم الأطراف المتنفذة الفاسدة والمتهمة بارتكاب أبشع جرائم القتل، والكل يعلم جيداً أن الانتخابات القادمة سوف لن تختلف عن سابقاتها كونها ستنتهي بالتزوير والترويع والتلاعب واستخدام المال الفاسد والسحت الحرام لشراء الذمم، خاصة وأن كل الأجهزة التي ستشرف على هذه الانتخابات هي نفسها ربما ليس بشخوصها وإنما بهيمنة الأطراف التي تقاسمت كل شيء طائفياً وعرقياً ومحاصصاتياً منذ 2003. وأضاف الكاتب أن الكتل والأحزاب الفاسدة نفسها هي التي أوصلت العراق إلى هذا المنحدر الخطير ستعود مرة أخرى
وستجد من بين ضعاف النفوس والمأجورين من يظهر علينا ليقول إن من يحكم جاء بانتخابات ديمقراطية، أو يقول دعونا لا نستعجل في الحكم ولننتظر قليلا حتى نرى ما ستقوم به الحكومة الجديدة. هذا المنطق الذي أضاع ما يقرب من 20 عاما من عمر العراقي والعراقيين ذهبت سدى، فضلا عن ثروات بلدهم التي نهبت وبددت من دون أي حسيب أو رقيب. تستيقظ صباح كل يوم وفي انتظارك مسلسل منع التجوال الذي لا تملك الحكومة وسيلة أخرى غيره لمواجهة وباء كورونا الذي كشر عن أنيابه بوضوح في الأيام وفي الأسابيع الماضية، ولأنباء منع التجوال طعم مر في فم المواطن العراقي الفقير الذي لا يملك سوى قوت يومه، وقد وجد نفسه وحيدا في ظل وباء الفقر ووباء المرض حيث أهملته الدولة عاريا ومتروكا لمصيره. مؤلم شعور المرء أنه لن يستطيع توفير احتياجات عائلته، وحين يجد أن لا جدوى من الدولة وشعاراتها الرنانة، ويصعب أن يجيبه أحد، وإن فعل سيكتفي بعبارات تشجيع مكرورة ليست بالتأكيد من النوع الذي يبدل المصائر. بعد سنين طويلة سوف يذكر التاريخ أن بلدانا خاضت ملاحم إنسانية كبرى لإنقاذ مواطنيها من الوباء ليقولوا للعالم برمته إن لا قيمة أغلى وأهم من حياة الإنسان، وليذكر الإنسان العراقي أن في هذه البلاد عاش مدعو السياسة والباحثون عن المنافع والمصالح، تركوا الوباء وانشغلوا بالدفاع عن مصالحهم وكراسيهم وامتيازاتهم، إضافة إلى إشغال المواطن العراقي بأمور تنغص عليه حياته، بعضها يمكن احتماله أملاً في أن يتكفل الزمن بحلها، وبعضها أشبه بالقدر الذي لا فكاك منه، مثل الظهور المتواصل هذه الأيام لنوابنا الأفاضل على الفضائيات حيث يتوهمون أنهم يؤدون مهمة مقدسة، فهم لا يتركون مناسبة إلا ويخرجون علينا بطلتهم اللطيفة ليحذروا من أن البلاد ستضيع إن لم يتم التجديد لهم على كرسي البرلمان. وأخبرتنا المخضرمة عتاب الدوري أن انتخابها سيعيد لمجلس النواب حيويته، فيما يصر البعض على أن لا استقرار من دون وجود حنان الفتلاوي ونظريتها 7 في 7. لعل فيروس الخراب والبطالة جعل أكثر من نصف الشعب العراقي تحت خط الفقر، وأن وباء الانتهازية الذي يقوده عدد من الساسة قد وضع هذه البلاد في آخر سلم التربية والتعليم والصحة والصناعة. أصبح من الواضح لكل من له بصيرة وطنية وإخلاص للعراق أن استمرار حالة الاختلاس السياسي والاجتماعي الذي أنتجته الصراعات الطائفية والمذهبية كان نتيجة لتطور التنافس الفكري والعسكري للقوى الإقليمية الكبرى التي أسهمت بتغيير معادلات التوازن الاجتماعي للأمة العراقية، وذلك عن طريق التدخل في شؤون البلد بما يسمى صراع الآخرين أو الحروب بالوكالة. عن المباحثات السعودية الإيرانية في العراق كتب أمير المفرجي في صحيفة القدس العربي. نتيجة لذلك أصبح العراق المحور الرئيسي في الصراع الإقليمي الدائر بين النظام الإيراني والمملكة العربية السعودية، بعد أن تم إخراجه من دائرة التأثير والقرار الإقليمي وإدخاله إلى دائرة التأثر الطائفي ليصبح عاملاً لنمو الإرهاب في غياب رؤية وطنية مستقلة للنظام العراقي الحاكم، تتمثل في ضرورة إبعاد العراقيين عن دائرة صراع القوى الإقليمية والسعي لإعادة بلاد الرافدين قوة شرق أوسطية مستقلة في شرق أوسط متعدد الأقطاب. ورغم المحاولات العديدة التي يعلنها النظام السياسي العراقي الجديد بين الحين والآخر الهادفة على ما يبدو لإبعاد البلاد عن دائرة الصراع السعودي الإيراني،
إلا أن عامل الهيمنة الإيرانية على النظام السياسي العراقي والشروط التي فرضتها أحزاب إيران في العراق سوف تدفع لا محالة الجانب السعودي في حالة نجاح الوساطة العراقية للقبول ببقاء النظام الطائفي الحالي، ومن ثم دعمهم اقتصادياً وسياسياً ليكون في النهاية العامل المساعد والوسيط الفاعل لعلاقة إيرانية سعودية مشتركة تضمن للرياض الحفاظ على مصالح المملكة الحيوية والاقتصادية والإقليمية، وتدفع في اتجاه إنهاء التدخل الإيراني العسكري المستمر في اليمن، وعلى حساب استمرار العملية السياسية الطائفية وبقاء الوجود الفارسي وأذرعه العسكرية في العراق. أضاف الكاتب: العراق أضعف بكثير من أن يكون البلد المستقل القادر عن الدفاع عن مصالحه وفرض الرأي والنفوذ على الآخرين واتباع سياسة خارجية تتمثل في عدم الانحياز بين السعودية وإيران. تساءل جوناثان هوفمان طالب الدكتوراه بجامعة جورج ميسون والباحث في الإسلام السياسي والتنافس الجيوسياسي بالشرق الأوسط في واشنطن بوست، تساءل عن سبب تردد الدول ذات الغالبية المسلمة من شجب قمع المسلمين بإقليم شيانغ يانغ شمال غرب الصين، وقال إن الصين تواصل رفض الاتهامات بأنها ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الإيغور المسلمين والأقليات الأخرى في تلك المنطقة، مع أن هناك أدلة متزايدة على اعتقال أكثر من 1,000,000 مسلم ومعاملتهم بقسوة. منذ 2017 زادت الصين من جهود ما أطلقت عليها إعادة التعليم للإيغور تحت ذريعة مواجهة التطرف والإرهاب المحلي، وشملت الانتهاكات التحكم بعدد السكان من خلال إجبار النساء على الإجهاض وتعقيمهن حتى لا ينجبن مرة أخرى، وتشمل المعاملة في مراكز الاعتقال إجبار المسلمين التخلي عن دينهم الإسلام وإعلان الولاء للحزب الشيوعي أو مواجهة التعذيب أو الموت. ووصفت البيانات الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا وبقية الدول الغربية الأخرى إلى جانب تقارير الخبراء عملية القمع التي تمارسها بيجين بالإبادة. لكن ماذا تقول بقية العالم الإسلامي؟ ففي 2019 كانت السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر من بين 37 دولة وقعت رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان تثني فيها على مساهمة لقضية حقوق الإنسان العالمية، بمزاعم أن الصين لجأت إلى السلامة والأمن بعد مواجهة الإرهاب والنزعة الانفصالية والتطرف في شينجيانغ. قامت السعودية بحسب تعبير الكاتب والإمارات ومصر باعتقال المسلمين الإيغور وترحيلهم إلى الصين بناء على مطالب من بيجين. ومن هنا فالسؤال: لماذا يتسامح القادة العرب في انتهاكات الصين لسكانها المسلمين؟ هذا بحسب تعبير الكاتب طبعا، والذي أضاف أن العلاقات الاقتصادية تشرح بعضا من المواقف المثيرة للدهشة من قمع المسلمين في الصين، فهذه شريك تجاري ومستمر في النفط هناك في هذه الدول، والشرق الأوسط منطقة جيوسياسية حيوية للصين، وهي مبادرة الاستثمار والبنى التحتية الطموحة المعروفة بالحزام والطريق. على حوامل معدنية مصفوفة يعلق بائعو أسماك الرنجة في غزة عددا كبيرة منها بعد تمليحها عدة أيام، وذلك تمهيدا لإنضاجها في أفران خاصة لتكتسب لونها الذهبي الجذاب وتتزين بها موائد الفلسطينيين في العيد. وتزاد في الآونة الأخيرة إقبال الفلسطينيين في غزة على تناول أسماك الرنجة المدخنة المصنعة محليا في عيد الفطر لتشكل منافسا للفسيخ، وهو الأكثر شهرة وإقبالا في هذا الموسم، وهو مشهور في مصر. وتنتشر في غزة العديد من مصانع الرنجة المرخصة محليا،
فضلا عن المصانع المنزلية غير المرخصة لإنتاج كميات للأفراد أفراد الأسرة أو للبيع للجيران والأقرباء. نصل الآن مشاهدينا الكرام إلى وقفة مع مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية. وبهذا تنتهي جولتنا الصحافية مشاهدينا الكرام في صدى الأقلام من الرافدين، نترككم برعاية الله وحفظه.